وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا في استديو مركز الأخبار الأستاذة شيرين الساعاتي مديرة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة. وشكرا <applause> لك على قبول هذه الدعوة. شكرا لك. يوم عالمي للإتجار بالأشخاص وتقرير أمريكي سنوي لنفس الموضوع وتقارير أممية ودولية، لماذا تعطي الدول ومنظمات الأمم المتحدة هذه الأهمية في هذا الموضوع؟ طبعا الاتجار بالاشخاص او كما يسمى في بعض الادبيات الاتجار بالبشر وكذلك يسمى بالعبوديه الحديثه في بعض دول اوروبا هو جريمه قديمه قدم التاريخ وجوهرها يختزل في ان استغلال استضعاف شخص ما فبغض النظر عن ضعف هذا الشخص ووسيله الاستغلال متى ما استغل الانسان اخيه الانسان لغرض ولمنفعة مادية أو لغرض شخصي إن كانت تجارا استغلالا جنسيا أو عملا جبريا أو خدمة قسرا فيعتبر هذا اتجارا بالأشخاص نعم. بالطبع هذه الجريمة تتغير بتغير الأزمنة نعم. تتطور مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والقانونية صورها أيضا تختلف من منطقة جغرافية إلى أخرى صحيح. فما يحدث في دول جاذبة في دول سياحية يختلف عن دول تعرضت لكوارث طبيعيه يختلف عن ما يحدث في الخليج العربي مع العماله الوافده وكوننا منطقه جاذبه للعماله الوافده أنا. فلا يوجد مكان في العالم خال من هذا الوباء ولذلك جميع دول العالم تحارب هذا هذه الجريمه نعم، أستاذة طبعا تقرير الخارجية الأمريكية الذي وضع البحرين للسنة الخامسة على التوالي في الفئة الأولى، هل هو دليل أننا نجحنا في هذا الأمر؟ نعم. نحن الدولة العربية الوحيدة التي وصلت للفئة الأولى، ولم يصل قبلنا أو بعدنا أحد حتى الآن. ولكن وجودنا في هذه الفئة لا يعني أننا قضينا على الجريمة. ولكن يعني بأننا نبذل الجهود لتكون على مستوى تطور هذه الجريمه، فالتقرير لا يقول اننا قضينا عليها ولا يتوقع يتوقع منا اننا نقضي على هذه الجريمه. التقييم هدفه هو تقييم جاهزيه وجديه الدول وقوانينها وتشريعاتها والاطر والاليات والاطر اللي موجوده للتعامل مع هذه الجريمه هذه الجريمه تطور من الياتها بصوره مستمره نعم. وتتغير بتغير الاوضاع ليس فقط في بلداننا وانما في بلدان ممكن التي ياتي منها الوافدون على سبيل المثال هناك ازمه سياسيه واقتصاديه في احد البلدان المتصدره للعماله مؤخرا لا. هذا ينبئ بان المتاجرين بالاشخاص سوف يستغلون رغبه مواطنيها بالخروج والعمل في الخارج ليقوموا باستغلالهم لا. نحن دائما يعني بالنا على هذه الامور وعيننا عليها ونحن كبلد جاذب للعماله الوافده يجب ان نستعد بصوره استباقيه ونضع اجراءات تضمن اليات الاستخدام الصحيحه والاخلاقيه وان العماله الوافده التي نستخدمها من تلك البلاد تخضع لتدقيق لضمان ان عمليه التوظيف تكون اخلاقيه اي بيئه فيها عدم استقرار تكون ينشط فيها المتاجرون ونحن نتاثر بالعالم. نعم. امر لا شك بانه صعب ولكن البحرين نجحت فيه بشهاده الجميع، ما هو رايك في هذا؟ نجحنا ولله الحمد اخ جمال مثل ما تفضلت وحين نقرا نجاح مملكه البحرين فاننا نلحظ وجود ايمان وقناعه بضروره مواجهه هذه الجريمه من خلال بناء منظومه متكامله تتناسب فيها تتناسب مع طبيعة وخطورة هذه الجريمة نعم. في الوقت نفسه متماشية مع الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة وبحقوق العمالة الوافدة خاصة التي صادقت عليها مملكة البحرين نعم. وأود الإشارة هنا إلى أن نقطة البداية في تميز مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص أتت من اعترافنا بوجود هذه الجريمة، مما مكننا من التعامل معها. و مبدا العمل بمبدا العمل كحكومه واحده، نحن حكومه واحده، لنا رؤيه واحده، نعمل كاجهزه اداريه، امنيه، قضائيه، جميع الاجهزه تعمل بيد واحده وبرؤيه واحده. صحيح وتعاطينا مع التحدي هذا من من خلال هذا المبدا. وتفاعلنا تفاعلنا مع ما يحدث خارج البحرين، خارج المنطقة، تفاعلنا مع ما يحدث على المستوى الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالاشخاص. نعم. هذا جعل وسننا للتشريعات والقوانين التي تتناسب مع خطورة هذه الجريمة وتمكننا من تنفيذ هذه السياسة. اتسمت منظومة مكافحة الاتجار بالاشخاص في البحرين وسياستها بجديتها. باستدامتها نعم. بالمرونة والتكيف وعملت هذه السياسة على إثراء التجربة البحرينية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وجعلها ضمن أفضل الممارسات على المستوى الدولي والإقليمي الأستاذة شيرين السعاتي مديرة التظلمات والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل شكرا جزيلا لك <applause>